ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ في عالم بي ام دبليو البادجات رخيصه جدا، يعني ايه؟ اي واحد بيجيب بي ام دبليو زي الاي 60 الحلوه دي، يروح حاطط عليها علامه ام عادي خالص، مفيش اي مشاكل، يروح مركب كيت بتاعت الام برضو، اوكي شكلها زي ام 5 اي 60 الكيت، ويروح برضو مغير الشكمان وعامل شغل في الشكمان جامد جدا. بس هل تفتكروا العربيه دي فعلا ام 5 اي 60؟ تعالوا نشوف كده من الجنب، تعالوا يلا بينا. الكاوتش مبدئيا ده عرض برضو يجيب 285 35 19 بوصة، فده شغال معانا. والفرامل شكلها برضو بتاعت ام كروس دريلد، حتى الخلفية تو بيستن كاليبر هنا شايفينه تمام. ممكن يعني هي لغاية دلوقتي شكلها ام فعلا. العتب برضو بصوا العتب، وده الستيكر الاصلي شكلها كده برضو واحد باذل مجهود. تعالوا نشوف الكاوتش القداماني ايه ده، وهنا دي علامة الام 5. الامامي 55 ارفع شوية، واخدين بالكم 55 ارفع شوية، وبرضو كروس دريلد، وهنا عندك 4 بيستن كاليبر. لا يعني شكلها كده يقلق. تعالوا نشوف من جوه ونفهم. اوكي الانتيريور ماشي، شكلها كده فعلا يا جماعه دي ام 5 اي 60 ستوك. تعالوا نعرف ليه. اولا تعالوا نبص على العدادات، واخد بالك العداد مكمل 330، وكمان مدياني ان، ما فيهاش بي. ما فيهاش بي ليه بقى؟ للي فيكم ذاكر العربيات قوي يعرف العربيه دي فيها نقل حركه 7 اس ام جي. اس ام جي اللي هو الجيل الثالث تمام. يعني ايه اس ام جي؟ اللي هو اوتوميتد مانيوال ترانسميشن. هتقول لي يعني ايه اوتوميتد مانيوال ترانسميشن؟ انت هتقرفنا ليه؟ يعني نقل الحركه اللي هو مانيوال بس في جهاز هيدروليك كده بيعمل لك النقله، فما فيش البي، ما فيش وضعيه البي. تعالوا شوفوا نقل الحركه، اللي فيكم بقى بتاع بي ام دبليو يعرف على طول نقل الحركه الاس ام جي ال7 اهو، وانا حاططها في النيوترال. وفعلا يا جماعه النهارده معانا ام 5 اي 60 ستوك، لا متسقط لها موتور ولا حاجه، ستوك زي ما هي من الفابريكا بلونها الاصلي بحالتها الاصليه. هنجربها على الطريق، نعمل تجربه تسارع ونشوف هتأدي ازاي، يلا بينا. طيب مبدئيا انتوا ممكن تكونوا سامعين ان العربيه دايره، العربيه دايره وبتسخن فعلا عشان الموتور البلوك ده البلوك الفي 10، وده يجيبنا للسباك بتاع العربيه. كلنا حافظين الاي 60، مفيش حد في مصر مش عارف الاي 60. ميد سايز كومباكت، مش كومباكت يا جماعه، ميد سايز لكشري سيدان من بي ام دبليو تمام. طولها 4 اكتر وتقريبا داخل 9 من 10 قاعدة العجلات 2.9 تقريبا، اقل شويه بحاجه صغيره قوي. ولكن العربيه دي مش خفيفه قوي، دي الاموره دي مكلبظه شويه، طن 800 وحاجه، وزنها مش خفيف، لان طبعا انتوا عارفين في منها نسخه كمان الاستيت اللي بتنزل الام 5 الاستيت. طيب نتكلم على اهم حاجه في العربيه، الموتور. الموتور اللي داير ده في 10، ايه حكايه الفي 10؟ هي ليها قصه ان دي اول عربيه برودكشن كار تنتج بارقام كبيره ينزل لها موتور 10 اسطوانات 5000 سي سي تنفس طبيعي بيولد 500 حصان و520 نيوتن متر، واصلين على الاس ام جي السبعه زي ما انتم شفتوا من جوه. الموتور ده انتوا عارفين الفي 10 مشهورين بحاجه، مشهورين بايه؟ مشهورين بصوتهم. تعال نسمع الصوت بقى من العادم الاكزوست نوت، يلا بينا. تعالوا نسمع كده الفي 10 اصلي ولا لا. تمام. بيقول لك الفي 10 هو احلى صوت موتور، لا مفيش شك صوته رهيب. هاي ماجد، هاي، ازيك عامل ايه؟ ايه التحفه النادره دي يا ماجد؟ هي بصراحه عربيه نادره بس يعني وملهاش حاجات كتير، بس انا بحبها. بتحبها؟ مغلباك؟ مغلباني شويه بس دايما اللي بيغلبوا هم اللي بيبقوا بيستاهلوا، مش كده؟ ما دام الواحد بيحب حاجه بيستحمل غلبتها. ماشي فانا مستحمل. مستحمل. تعالوا نجرب يا جماعه، يلا بينا. طيب احكي لنا يا ماجد عن الاس ام جي، نقل الحركه ده اختراع.
هو اختراع بس هو ليه ليه مشاكل برضو خلي بالك انت بتتريق مش كده؟ لا مش بتريق. بص هو وقتها اول لما طلع كان سريع. لا هو ستيل حلو بقى مفيش فيه مش بس هو مشكلته عندنا هنا الحر والزحمه. الحر والزحمه بيبوظوه بسرعه بيقللوا البرفورمانس بتاعه يعني. انت العربيه دي هتلاقي البرفورمانس بتاعها في الشتاء احلى كتير من في الصيف وبالليل احسن من بالنهار طبعا خصوصا عشان التنفس طبيعي كمان غير طبعا والفتيس نفسه بتاع الاس ام جي اللي هو السيكوينشال مانوال جير بوكس ده اللي هو الاي ام تي يا جماعه نفس اللي هو كل لما انت بيبقى بارد او بيستعمل في حتت مفتوحه ما فيهاش زحمه ما فيهاش وقوف كتير بيبقى البرفورمانس بتاعه احلى مع البرفورمانس بتاع العربيه. فانت بتحس ان في فرق رهيب جدا الصبح عن بالليل او تمام. في البرد عن في الحر. تمام. طيب ادي الكيك داون اهو. طبعا التنفس الطبيعي ملوش مثيل صراحه يعني دي حلاوته. وطبعا انتوا عارفين ان بعد كده بي ام دبليو نزلت المواتير بقت كلها في 8 بالتربو يعني ده اخر اكبر موتور بي ام دبليو اتعمل. ما هو في الوقت ده كان اكبر مواتير بتتعمل كان الام 5 في 10 والام 3 كانت في 8 بالظبط. بعديها رجعوا بقى أيوة صغروا المواتير وحطوا التربو. وشفت الفضيحه دلوقتي السي 63 الجديده 2000 سي سي هايبريد حتى لو بتطلع هورس باور كتير بس الواحد بيبقى حاسس ان كل ما يبقى معاه موتور كبير بيبقى نفسيا مرتاح. لا هو الموتور نفسه والموتور بيبقى مرتاح. ما انت ما بتبقاش عامل لود عليه جامد يعني هو بيبقى بيطلع لك الباور ديت وهو مستريح غير بالزبط. موتور تاني انت بتبقى عامل فيه كل حاجه على سي سي قليل عشان تطلع منه ماكسيمم هورس باور فانت بتبقى حاسس ان انت الموتور علشان يطلع لك البيك بيرفورمانس بتاعه انت جايب اخره في كل حاجه. صح صح. ماجد انا عارف ان انت بي ام دبليو كولكتر انت مش دي احنا طبعا يعني اوكي ماجد عندك ايه بقى احكي لنا احكي لنا عن عربياتك. بص انا اكتر حاجه كنت بحبها في بي ام دبليو ستيل لغايه دلوقتي الام سيريز بحب الام 5 والام 3 صعب تغلط. زمان كانت الام 3 اكتر حاجه بحبها لانها كانت تعتبر ايكون من الايكونز بتاعت لعبيه كده دبليو يعني واللعب والكلام ده. الواحد لما كبر الدنيا الكونسبت اتغير شويه بقيت بحب الام 5 اكتر من الام 3. عندي ام 5 اي 39 وعندي الاي 60. الام 5 يمكن تكون ديورابل اكتر من الام 3 يعني عربيه عمليه دي حقيقه والاي 39 ديورابل اكتر من الاي 60 يعني لو عربيه انت عايز تستعملها تسافر تروح معاك شنط معاك صحابك. ايوه عربيه يعني الام 5 بتدي لك الاثنين بتدي لك البرفورمانس وقت ما تحب البرفورمانس ان انت راكب سبورت كار وفي نفس الوقت انت بتستعملها عربيه فور دورز عربيه تاخد شنط عربيه تاخد ناس فيها شنطه مهوله فيها شنطه زي 5 سيريز عاديه يعني مش فارقه. فانت بتلاقي ان العربيه مديالك الحاجتين ودي حاجه نادره جدا. انت دايما العربيه يا تديك عربيه ديورابل وعمليه في الشغل يا اما تدي لك عربيه تدي لك بيرفورمانس وما بتبقاش أوكي. عمليه. الام 5 جمعت الاثنين مع بعض ودي أوكي. حاجه كويسه. وقت ما تحب تجري بتجري وقت ما بتحب تبقى معاك شنط ومعاك ناس وتسافر وتروح وتيجي أوكي. شغاله فدي حاجه كويسه مش موجوده في عربيات كتير. انت يا بتختار دي يا بتختار دي. دي حقيقه مفيش كلام يتقال كتير على العربيه خالص. عربيه سوقتها سهله جدا الموتور عافي جدا وبس عادة لما حد يسوقها يحاول فيه زرار بتاع التراكشن كنترول يحاول يتجنبه علشان يبقى في السيف سايد يعني ما تقتلوش علشان يبقى في الامان. يا اما لو هيشيل التراكشن كنترول لازم يكون متمكن ويكون مركز جدا ما يحاولش يبقى يدوس وهو ما فيهاش تركيز لان هيبقى فيها ريسك جامد. دي حقيقه ريسك جامد من العربيه وممكن من الارض او من الرمل يعني هيبقى فيه مفاجات كتير. الرمل هو الكارثه الحقيقيه يعني ممكن انت يبقى عندك الذكاء انها تنزل باور بس المشكله كلها بتيجي من الرمله ان الرمله ممكن هي اللي تلاقي حته فيها شويه الرمله والميه شويه واللي برده الجاز لو مدلوق في الارض او كده الحاجات دي تبقى كده خصوصا ان انت لو ماشي وحصلت لك مفاجاه دي لازم تبقى انت مركز غير لو انت شايف مثلا شويه رمل فانت قرر ان انا هدخل هدوس فيهم العربيه تتحرك فانت بتبقى انت اللي مدي الاوردر فانت متوقع الرياكشن بتاع العربيه هيبقى ايه غير لما يجي لك مفاجاه. يجي لك مفاجاه انت لا لو مش مركز هتبقى مشكله. حلوها الايام دي بقى انت واخد بالك ازاي بقوا بيتجهوا للاول ويل درايف في كل عربياتهم يعني الام الجديده نازله باوبشن اكس درايف الاول ويل درايف بتاعهم هو بيدي ستابيليتي وبتعمل لونش حلو
وفي نفس الوقت بتدي سيفتي لو حد ممكن عايز يجري بالعربية وهو مش متمكن قوي، بتبقى الدنيا اسهل شوية. يعني يعرف يطلع بيرفورمانس، يعرف يسوقها، والموضوع امان شوية. في المواضيع في العربيات القديمة انت عندك باور جامد جدا، والسيفتي نسبيا اقل شوية في انها ممكن تمشي بالجنب تمشي بالعربية. فلازم يبقى يا اما تبقى بالنسبة لي لو مشيت بالجنب ما عنديش اي مشكلة، انا بحب كده اوكي، بس في ناس ممكن يحصل لها مشكله لو حصل كده هتبقى هيجي لها بانيك كمان، مش عارف هيجي لها بانيك خصوصا انها لما بتبقى مفاجاه غير لما بيبقى هو اللي قصد. ايوه بالظبط. ففي ناس بتبقى نفسها تطلع البرفورمانس بتاع العربيه والهورس باور هو، بس هو مش قادر يطلعه عشان هو خايف. بالظبط. لما بتبقى العربيه فيها حاجات سيفتي كتير وكده فهو بيدوس وهو مطمن، لان العربيه درايف شايله، لان العربيه واخده بالها منه. ايوه بالظبط، هي واخده بالها منه. لكن الرير ويل درايف محتاج الشجاعه وتبقى عارف انت بتعمل ايه. بص انا كنت زمان بدخل اوتو كروس على طول. الرير ويل درايف سواقته مختلفه جدا عن الفرونت ويل درايف واصعب. حتى كان في السباق معمول مجموعات سبيشال للرير ويل درايف علشان هي كانت من الحاجات اللي هي صعبه جدا، وفي نفس الوقت كانت بتضيع شويه في الوقت، فكانت العربيات دي بتتظلم مع العربيات اللي هي الفرونت ويل درايف. ممكن تلاقي انت سايق وعامل بيرفورمانس حلو جدا بس التايمنج في الاخر طالع وحش. بالزبط. فقرروا ان هم يعملوا لها حتى علشان هي صعبه في السواقه وفي التايمنج وفي كل حاجه، تعمل لها كاتيجوريز لوحديها تبقى بالظبط. بالظبط. هو اصعب بس هو امتع. شوف انا هي بص هو امتع، وهقول لك حاجه احنا كنا بنحسها حتى واحنا في السباق من الناس. يعني انت ممكن تلاقي تراك بتاع عربيه عاديه شغاله فرونت ويل درايف وعامله تايمنج حلو جدا، انت ممكن تلاقي الناس وهي بتتفرج عادي، الدي جي عالي، الناس بتكلم بعضيها الكلام ده. يوم ما بتنزل عربيه ريل ويل درايف في التراك، الدي جي بيوطي المزيكا، الناس اللي بيكلم حد جنبه وبيسكت، كله عايز يركز وعايز يتفرج وكله مستني لما بتيجي، ما بيهتمش بالتايمنج هي عملت كام، هو استمتع وهو بيتفرج. أيوة. واللي سايق استمتع برضه. دي حقيقة. دي حقيقة. أول حاجة هتسألهاني فين التسارع يا ماجد؟ للأسف العربية ادت تشيك انجن، هو حاجة بسيطة عند ماجد ولازم يشيكها بالكمبيوتر ويشيل الايرور، ولكن العربية دي فيها نوع من البروتكشن انها تحافظ على نفسها، فبتلمت عدد لفات الموتور ل 4000 لفة بدل ال 8000. تمام. فمش هنقدر نعمل تجربة التسارع دي. ده ما يمنعش ان ماجد لو عرف يظبط الايرور لينا لقاء تاني، يبقى بس لتجربة التسارع ونسيب ماجد ذو الخبره هو اللي يعمل التجربه هنا في الشارع المقفول المره الجايه. خلاص خلي بالك العربيه بقى لها كتير قوي ما طلعتش، كتير انت ما اتحركتش بيها انا عارف، عشان كده احنا مسامحينها السيرفيس بتاعها هيتعمل ونجرب تاني. اصيله بس برضه تمام 100 100. وبرضه حتى الالماني لو ايه ما تبص هي كده مش هنهرج بقى، هنسوقها بشويش. تمام. بس لينا لقاء تاني ماجد، انا انبسطت جدا، انت يعني من الدماغ اللي ممكن تقول عليها نادره، اللي هو ايه تمام يعني تمام وفاهم وسايق وعارف كل حاجه في الدنيا، ربنا يخليك. وبي ام دبليو فان يعني 100 100. لا انا اتبسطت معاك النهارده بجد. غير كده كمان اصل برضو مش ناس كتيره بتهتم انها تعمل ريفيو على العربيات الى حد ما قديمه. لا ناس بتهتم بالعربيات الجديده احنا جايين للموتور سعادتك. بس العربيه دي يعني بالرغم انها قديمه وفي ناس كتيره كانت عايزه تاخدها، انما انا حاسس انها مش هتتكرر لان هم مش هيعملوا انجن بالحجم ده تاني، فدي حاجه من الحاجات النادره. فحتى لو العربيه فيها شويه مشاكل بس عشان الانجن وعلى انها تعتبر نادره، فانا مش هين عليا ان انا افرط فيها بصراحه. لا 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 صراحه ما اتفرطش فيها، الموتور ده واحد من المواتير الاسطوريه، وان كان احنا عارفين كان فيه شويه اعطال. اوكي. والاس ام جي الاعطال هي كانت اكتر مشكله فيها، كان الفتيس الاس ام جي والرودات برضه ساعات كانوا بيقولوا، بس بتهيألي الفتيس اكتر علقوها في الليت يعني في الليتر. وغير كده عاملين لها تانك بنزين صغير برضه لانها هي الاستهلاك بتاعها عالي جدا. ايوه ما بيجري فالاستهلاك بتاع العربيه عالي جدا، فالتانك بيخلص بسرعه، كانت محتاجه تانك بنزين يبقى اكبر علشان يعني انت لما بتيجي مسافر ولا تروح مشوار انت كل شويه عايز تحط بنزين. ايوه دي مشكله بتبقى سحب معاك المحطه. ماجد لو عرفت تشيل التشيك انجن لينا لقاء تسارع هنا، هنعمل بس التسارع عشان عارف ان كل اللي عايز يشوفه وانا كمان عايز اشوفه المره الجايه. ولو انت عايز هتعمل الريفيو بتاع الام 5 الاي 39 ممكن اجيبها لك معايا تعمل التسارع بتاعك. ماشي لينا لقاء. خلاص اهو ماجد قدامك اهو كلام مسؤول عنه انا ماليش دعوه. ماشي حبيبي تشرفت. ثانك يو سو ماتش يا ماجد، انبسطت معاك. انا كمان.